قصبات الأندلس منذ مئات السنين هنا في مدينة مالاغا. هذه قصبات الأندلس الرائعة في هندستها المعمارية الجميلة التي تعكس روح الشرق في قلب أوروبا. هذه الهندسة الفريدة التي كنت قد أبصرتها حقيقة في العديد من المدن التي زرتها في المشرق. النارنج الدمشقي، الليمون، هذه الثمار التي جاءت من الشرق. لا تزال هذه الشجرة تذكرني في بيتي عندما كان لدينا هذا النوع من الحمضيات. أيضا شجر النخيل الذي لا يزرع إلا في الشرق الأوسط. الصعود إلى هذا المكان بحد ذاته يعني طاقة روحانية متجددة في القلب وفي الذات، يعني لا أستطيع وصفها حقيقة. ولكن أصعد، لا أشعر بمشقة، لا أشعر بتعب حقيقة. آه 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 يا لهذه الروعة. آه أشعر كأني أعلق على مباراة رياضية وليس على تحفة فريدة، تحفة معمارية فريدة. شاهدوا معي، شاهدوا معي التحف، شاهدوا هذه التحف، التحف، هذه التحف فعلا شيء فريد. وهذه أيضا يعني أيضا منطقة مروية بالمياه، ربما يشبه الإيوان يعني في دمشق. أنا حقيقة لم يلفتني سوى أشجار الليمون في كل مكان. يعني واضح أن الأندلسيين في عهد ربما الأمويين، باعتبار أن دمشق كانت عاصمة الليمون، ربما أتوا بالليمون أو بثقافة زراعة الليمون في هذه الحواضر الجميلة من دمشق. يعني هذا ما أنا أعتقد به. هذه البرك المائية التي تعتبر كبيرة الحجم، ليست كالبرك التي كانت سائدة في دمشق. هذه البرك حقيقة تلطف الجو، يعني هي أشبه ما تكون بالمكيفات الهوائية في ذلك الزمان، باعتبار أنه لا توجد كهرباء. ولكن هذه البرك كانت تلطف الأجواء في الأندلس، في مالاغا في الصيف حرارة تصل إلى فوق 45. يعني أنا كنت في مدينة فالنسيا شمال الأندلس، وكانت الحرارة في الصيف ليلاً 35، فما بالكم بالنهار. فكانت هذه المدن يعني تلتهب بالحر، فكانت هذه يعني البحيرات الصناعية، يعني بحيرة صناعية أندلسية كانت تلطف الأجواء. والآن أنا أشعر حقيقة، أنا أشعر أن المكان الذي من حولي فعلا هواء منعش، أشعر بهواء منعش، ويأتي الهواء حتى إلى الحجرات. من هذه الإطلالة الساحرة الفريدة من القصبة، قصبات الأندلس في مالاغا، أتابع معكم. وهذه هي النافورة المائية التي صنعها الأندلسيون، ولكن بطريقة فريدة وبديعة. أنا تابعت تقارير تلفزيونية حقيقة لعدة إعلاميين عرب جاءوا وزاروا الأندلس، وقالوا أن الأندلسيين اخترعوا طريقة لتوصيل الماء. هذه هي القنوات المائية، كانوا يقصدون هذه هي القنوات المائية. لاحظوا معي، تأتي من الجبل، بالفعل تذهب إلى النافورة لتغذيها بالمياه حتى تستمر الماء في التدفق. ولاحظوا معي تدفق الماء، كيف يأتي الماء من حجرة، سأرافقكم وأذهب معكم. لكن هنا أيضا هذه النافورة، تذكرون هذه النوافير جيدا في دمشق في حلب، جزء من الثقافة المشرقية حقيقة. يعني لاحظوا معي هذه القنطرة الصغيرة التي تعكس أيضا حال تلك القناطر الكبيرة التي يعني تعبر عن روعة فن المعمار، يعني فن الري، فن المعمار، وفن الزراعة، وفن البناء، إطلالة على البحر، على الميناء. هذا الميناء كان حاضر يعني ذلك الزمان طبعا. هنا السقف المبهر، هنا فن الزخرفة الخشبية في هذا السقف البديع. طبعا هذا مجسم لمدينة لقصبات الأندلس. بالمناسبة السائحين يستغربونني وأنا أتحدث بنوع من الانفعال والعاطفية الكبيرة، يقولون ما شأن، ما به هذا الرجل، لماذا، ما هو الشغف الذي لديه. هم لا يعلمون أنني يعني قادم من سوريا، وأن هذا جزء حقيقة من تراث المشرق. يعني كأن الحمام سمعني وجاء لكي يرتوي، وجاء ربما لكي يلقي السلام، لأن السلام لا يأتي إلا من الحمام كما يقال.